هاجر بوساق، الشباب المغربي والقرآن. نعم، مالهم؟ كيفاش كتشوفي العلاقة ديال الشباب المغربي مع القرآن ومع المسجد إلى آخره؟ بصراحة صراحة راحة. سؤال لا أحسدك عليه. أنت عندك رأي في أي حاجة كنسول هاجر كيجاوب عبد الله، تبارك الله. فعلا يعني أنا كنفتخر بالبلد ديالنا لأن هي البلد الوحيدة في العالم اللي عندها واحد الورد يومي كيتقرا يوميا في المساجد، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل أمير المؤمنين. لكن رغم ذلك كنلقاو واحد البعد ما بين الشباب والقرآن. للأسف الشديد الشباب دابا منشغل بالموضة بالفن. لا والله يعني أنا ماشي ضد مثلا أن الإنسان ما يتشغلش، أكيد الإنسان كتكون عنده هوايات فهمتي، لكن كذلك ما يحاولش ينسى يعني أن عنده واحد الحاجة اللي هي أولوية اللي هي الدين ديالو والقرآن ديالو. راه الإنسان فوالا يعني راه إلا ما عاونكش الله مستحيل تفلح حياتك، مستحيل. وبالتالي خصهم يعاودوا يتصالحوا مع القرآن ويصالحوا نفسهم بعدا بنفسهم، لأن باقي الشباب ديالنا مخاصم مع نفسه، خصو يصالح بعدا نفسه شوية عادي عادي يمشي للقرآن. جاوبتينا بصراحة، ومازال بغينا الصراحة ديالك. فواحد السؤال واحد آخر اللي هو الناس اللي كيدعيوا الإسلام، شباب كيدعي الإسلام، كاين مسلمين وكاين متأسلمين. رأيك في النقطة؟ والله العظيم شنقول لك، هذه تقول لك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزئون. مش كيدير الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون. وبالتالي أنا ما نخافش من الإنسان فهمتي، ما نقولش مثلا أنا راه مسلمة ولا أنا كنقرأ القرآن ولا أنا راه متحجبة ولا أنا مدينة باش الناس تقول مثلا وأنا نحترم ذاك الإنسان لأنه كذا. ممكن نلقى إنسان ما متحجب ما مدين مثلا ما كذا ما إلى غير ذلك، يعني ما عندوش علاقة بزاف بالدين، لكن تلقى عنده الخلق والأخلاق والتعامل، وهذا هو اللي لفت الانتباه ديالي في ماليزيا، يعني واحد الأخلاق عالي جدا. وبالتالي أنا كنحث أن الإنسان ما يتظاهرش وإنما يكون ديما كيعبر على داكشي اللي عنده لداخل، لأن إلا عبرنا بداكشي اللي لداخل كيوصل الإنسان. الصراحة راحة وداكشي اللي لداخل هو اللي كاين. رسالة جميلة، وكنذكر أن الملكة ديال ماليزيا هي اللي كانت فرحانة اللي عطاتك الجائزة. برافو. وقيلا غادي ترجعي لماليزيا يمكن إن شاء الله حتى السنة الجاية. علاش لا تكون مغربية ياك؟ حيت لأن 2012 كانت حسنة هي اللي ربحات هذه الجائزة. وهذا العام أنت هاجر بوساق، فيليسيتاسيون مرة أخرى.